فخامة الرئيس شي جين بينغ المحترم، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم، أيها الضيوف الكرام، تبدأ الآن مراسم توقيع. ليتفضل الرئيسان بشهادة توقيع 19 وثيقة. ليتفضل السيد جن شانجي والسيد أحمد عطاف والسيد وان جيغان والسيد ياسين المهدي وليد لتوقيع على اتفاق التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز تحويل التكنولوجيا. ليتفضل السيد تان رينجيان والسيد أحمد عطوف والسيد جان كوجيان والسيد كريم بيبي التريكي لتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي واتفاق إطاري للتعاون في مجال الاتصالات. ليتفضل السيدة بي جين جا والسيد أحمد عطاف والسيدة ني هونغ والسيد محمد طارق بالعريبي لتوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون العسكريين المتقاعدين الصينية ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية ومذاكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال تنمية حضرية مستدامة. ليتفضل السيدة غاو تشيدان والسيد أحمد عطاف والسيدة وان وينتاو والسيد طيب زيتوني ولتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. ليتفضل السيدة شي تشونتاو والسيد حسن رابحي والسيدة يو جينهوا والسيد العزيز فائد لتوقيع على مذكرات التفاهم بين أكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية الجزائرية وتعاون تقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي. ليتفضل السيدة شن جي والسيد حسن رابحي والسيدة جان كوجي والسيد عز الدين وصديق ولتوقيع على برنامج تنفيذي لتعاون وتبادل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخطة تعاون في مجال الفضاء. ليتفضل السيدة جو تشانكوي والسيد حسن رابحي والسيد جان جينهوا والسيد محمد عرقاب لتوقيع على مذاكرات التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية وتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجين. يتفضل السيد لي جين والسيد حسن رابحي والسيد جان شاوكان والسيد كمال مولا لتوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الشؤون الخارجية لدى البلدين ومذكرة تفاهم بين مجلس الوطني الصيني لتعزيز التجارة الدولية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. إلى هنا تنتهي مراسم توقيع. شكرا لفخامة الرئيس شي جين بينغ ورئيس عبد المجيد تبون. شكرا للجميع.